بقى هنروح لزميلنا كريم احمد ونتعرف منه برضو على اخر استعدادات غزل المحل. اتفضل يا كريم. مساء الخير عليك يا كابتن ايمن، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل متابعينا في كل مكان. بالتاكيد الافراح مستمره، بس ده لجمهور النادي الاهلي ولينا، لكن الافراح انتهت تماما بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، وبدات مرحله تحدي كبيره جدا لكل اللاعبين. عدد كبير من البطولات ان شاء الله نحافظ عليها خلال المرحله القادمه، دوري وكاس وبطوله افريقيا ان شاء الله باذن الله. كل التمنيات لفريق النادي الاهلي خلال المرحله القادمه، يستمروا على ادائهم المميز، يسعدوا جمهور النادي الاهلي، هو هدف وحيد بالنسبه للجماهير ومجلس الاداره، اسعاد كل جمهور النادي الاهلي. كالعاده النهارده طبعا من استاد الاهلي والسلام ومباراه الجوله الثانيه الاهلي وغزل المحله. زي ما انت عارف يا كابتن ايمن وكل جمهور النادي الاهلي عارف، نقل المباراه كان امر مهم جدا، واكيد بنوجه التحيه ليه غزل المحله اللي نسق بشكل كبير مع النادي الاهلي، وطلب كان بالنسبه لغزل المحله طلبهم يمكن يكون حسام طبعا عزو النائب رئيس مجلس الاداره، كان طلب نقل هذه المباراه لعدم اكتمال كل الامور الخاصه بالاجراءات الامنيه وتركيب الكاميرات والبوابات. لكن ان شاء الله باذن الله النهارده فريق النادي الاهلي كعادته يكون على قدر المسؤوليه، تركيز كبير للاعبي النادي الاهلي. الصدفه النهارده يا كابتن ايمن ان موسيماني مش موجود، وايضا كمان الكابتن خالد عيد، الاصابه في فيروس كورونا منعت النهارده المديرين الفنيين ان هم يكونوا متواجدين خارج الخطوط. لكن ان شاء الله باذن الله كيفن جونسون المدرب العام لفريق النادي الاهلي النهارده يقود الفريق بشكل مميز جدا مع الكابتن سامي قمصان والكابتن سيد عبد الحفيظ. باذن الله لعبتنا تكون مركزه النهارده في هذه المباراه. وصل بالفعل الفريقين وتحديدا فريق غزل المحله، يمكن كالعاده طبعا على طول بيتوجه سواء الجهاز الفني للنادي الاهلي وايضا كمان الجهاز الفني لغزل المحله لتفقد ارضيه الملعب اللي بنشيد بها كالعاده. استاد الاهلي والسلام حاجه اكثر من رائعه، بتساعد بشكل كبير تحديدا فريق النادي الاهلي لتنفيذ كل الجمل التكتيكيه اللي اشتغل عليها خلال المرحله القادمه وخلال الايام الماضيه. الامور كلها كابتن ايمن ماشيه بشكل مطمئن ورائع جدا لكل فريق النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله بنتمنى التوفيق، لكن كل الامور ماشيه بشكل طيب، كل الامور ماشيه بشكل مطمئن. ينقصنا بقى النهارده ان شاء الله التوفيق. وزي طبعا يمكن زميلي شريف اعلن تشكيل فريق النادي الاهلي، خلال لحظات كمان يا كابتن ايمن هيكون معاك تشكيل لغزل المحل. عندهم رغبه وعندهم حماس كبير جدا، وده اللي كان واضح باين جدا عليهم ومن احاديثهم ان هم عندهم تركيز، وده حق مشروع. لكن بخبرتنا طبعا مع لعيبه النادي الاهلي وتركيزهم الكبير واصرارهم ان احنا نكون بروفا مهمه جدا، مباراه اليوم لمباراه سوني ديب بطل النيجر اللي النادي الاهلي بيستعدلها بشكل كبير، ان شاء الله النهارده تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي اداء ونتيجه. عوده ليك يا كابتن ايمن. شكرا جزيلا للزميلين العزيزين.